أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على علماء الإسلام، السلام على شهداء الإيمان، السلام على الجرحى والمعتقلين، السلام على المهجرين والمبعدين، السلام على شيخنا اللامع وفقيهنا الشامخ سماحة آية الله المجاهد الشيخ عيسى أحمد قاسم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وخطابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رسالة آل خليفة إليكم: أتخشوننا؟ أتخافوننا؟ أتركعون لنا أم لا تركعون إلا لله؟ استهدافهم لآية الله المجاهد الشيخ عيسى أحمد قاسم يقول لكم: اصمتوا، اخرسوا، اخسوا، ابقوا في بيوتكم في ذلة وخسة، ونحن نقول هيهات 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 منا الذلة. تحية إكبار وإجلال لشعبنا الغيور والوفي في البحرين الذي انطلق منذ أن سمع نبأ إسقاط جنسية آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم، انطلق من بيته وزحفوا زرافات زرافات نحو ذلك البيت. يتقدمهم علماء الدين وقد ارتدوا الأكفان، وهنا يسطر علماء الخارج مع علماء الداخل وقفة وقفة تضامنية مع سماحة آية الله المجاهد الشيخ عيسى أحمد قاسم، ونحن نقول للسلطة: اخسؤوا في ذلة ومهانة، ونحن مع شيخنا الكبير إذ خرج اليوم يحيي الجماهير من بيته رافعا قبضته اليمنى وهو يقول: هيهات منا الذلة. إن استهداف سماحة آية الله المجاهد الشيخ عيسى أحمد قاسم إنما هو إعلان حرب على الطائفة الشيعية في البحرين، إنما هو قراءة فاتحة على هامش الحريات الضئيل الموجود في البحرين، ولا يستطيع أي أحد أن يتكهن بعواقب هذه الخطوة الوخيمة، وسيبقى شعبنا الوفي صابرا محتسبا لا يرى كبيرا إلا الله تبارك وتعالى. الله أكبر. وفي الختام أقول: حينما هجر الإمام الخميني رضوان الله عليه جاءه أحد المراسلين على الحدود الإيرانية التركية وقال: أين أنصارك يا خميني؟ فأجاب: أنصاري لا يزالون في المهد يرضعون الحليب. تقول صحيفة الواشنطن بوست وهي تغطي خبر تشيع الإمام الخميني بعد وفاته، تقول: واليوم شيع الخميني من كان آنذاك يرضع الحليب. ونحن نقول لشيخنا القاسمي:
معكم في الغربة وفي الوطن وعلى طريق الجهاد نلتقي وتحت صرخة الله أكبر نرعب آل خليفة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. النصر الإسلام النصر الإسلام النصر الإسلام. المطلوب المزيد من الصمود، المزيد من الوحدة، الجدية والمثابرة حتى تحقيق جميع المطالب المشروعة وإخراج الشيخ أو سجنه أو تبعيده أو إسقاط جنسيته لن يغير من الواقع شيئا. فنحن حسينيون نسير على هدي أبي عبد الله الحسين الذي قال هيهات 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 من الذلة. وآخر كلمة نقولها إن هذه الخطوة التي أقدمت عليها سلطات آل خليفة إنما هي بداية النهاية للعد التدريجي والتنازلي لزوال هذا النظام بإذن الله. والله ولي التوفيق، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.